مساء الخير، أنا محمود فادي، متخصص في تعديل السلوك وبعلم الناس إزاي تتعامل مع كلابها. نقدر نقول إن الكلاب عندها قدرة مميزة جداً إنها تعرف إزاي تتعامل معاك، ومش بس كده، هما كمان بيعرفوا إحنا محتاجين إيه قبل ما إحنا نفسنا نعرف محتاجين إيه. كلاب تقدر تحس بمودك، يعني لما بتبتسم ضغط الدم بتاعك بيختلف، نبض قلبك كمان بيختلف، فالهرمونز بتاعتك بتتغير في الجسم، فهو بيشمها وبيقراها كمان على وشك. ولما تتعصب برضو ضغط دمك بيختلف ونبض قلبك بيختلف، وكمان وشك شكله وملامحه بتتغير، فهو برضو بيشم وبيقرا ده كمان. فعلشان كده الدكاترة بتنصح الناس اللي عندها اكتئاب تربي كلب، عشان مريض الاكتئاب بيبقى مش عايز يعمل اي حاجة، والكلب بيخليك تعمل كل حاجة، والكلب هنا احسن واحد يقولك نزلني ومشيني واحضني والعب معايا ونزلني تاني. فالحركة اللي بيعملها الشخص المكتئب مع الكلب دي بتخليه يفرز هرمونات بنسميها هرمونات السعادة. خليني اقول لكم ايه اللي بيحصل. في هرمون اسمه السيروتونين، الهرمون ده بيخليك تحسن مودك، بيقلل التوتر، بيحسن نومك، وبيخليك مبسوط وسعيد، وده بيجي من كذا حاجة، بس خلينا نربطها مع الكلاب ازاي بيحصل. بيجي من ثلاث حاجات: التمشية، اللعب معاهم، وكمان الشمس. فانت لو تمشيت نص ساعة مع كلبك ولعبت معاه وفي شوية شمس، ده بيخلي المخ يفرز الهرمون السعادة. بس اهم حاجة ان احنا نعيش اللحظة، احنا جايين نتعلم من الحيوانات ازاي نكون مبسوطين. اي حيوان في الدنيا بيعيش اللحظة، ملوش دعوة باللي فات، ملوش دعوة باللي جاي. فانت كمان اوعى تبقى ماسك التليفون تتكلم فيه النص ساعة دي، طب مفروض تبقى مركز في الطبيعة اللي حواليك، مركز في طريقة نفسك، ازاي بتاخد نفس كويس قوي من جوه، وهنا الهرمون هيفرز كويس قوي. ودلوقتي هنتكلم على تاني هرمون، الاوكسيتوسين، وده هرمون الحب. لو حضنت كلبك شوية بيتفرز عندك، وفي كلاب ربنا خلقها بتقدر تحس بالمود بتاعك من غير ما انت تطلب منها، فتلاقيها جات لوحدها وقعدت تحضن فيك عشان تحسن وتخلي الهرمون ده يطلع عندك شوية ويبقى مظبوط، يبقى بالانس. وهنا احنا عايزين نشكر الكلاب بتاعتنا انها بتساعدنا نبقى كويسين نفسيا. دلوقتي بقى السؤال، تفتكروا الكلاب زينا زي ما احنا بيجيلنا كتاب هم كمان ممكن يجيلهم؟ طب لو بيجيلهم نقدر نساعدهم ازاي يبقوا كويسين زينا؟